صباح الخير عليكم وصباح لكل المتابعين عبر شاشة الشروق الفضائية، وصباح جميل لكل اللي انضموا لمتابعتنا الآن لتكملة ما تبقى من خلال صباح الشروق. وكما عودناكم في كل ثلاثاء أن تكون الرياضة هي حاضرة معنا، اليوم حتكون رياضتنا محلية وحنتعرف على تحليل الصحفي من خلال المباريات اللي دارت بالأمس ما بين الهلال والمريخ وحي العرب والزومة. دعوني أرحب بضيفي داخل الأستوديو الأستاذ محمد الطيب كبور، صحفي ومحلل رياضي. صباح الخير عليك. يا مرحب بك، سعيد بك، سعيد بكون في صباح الشروق في عام جديد. نتمنى أنه يكون عام خير، عام على كل الوطن السعيد، البلد المليان خير، بلدنا المعطاء. أتمنى أنه يكون في اتفاق في كل الأصعدة سياسية رياضية إن شاء الله. عشان بلدنا تمشي لقدام إن شاء الله. أستاذ محمد طيب، يعيش نادي المريخ هذه الأيام انتخابات جمعية عمومية، لكن حنتحدث عنها، بس خلينا نعمل قراءات حول ما دار بالأمس المريخ وحي العرب 3-1. المريخ في الفترة الماضية يعني أصبح يؤدي بثبات، يمكن يكون في ارتفاع في نسق الأداء داخل توليفة نادي المريخ، رغم الغيابات ورغم الغيارات الكثيرة على تشكيلة نادي المريخ. يمكن آخر مباراة الأمس أمام فريق حي العرب والسودان، نعم، هو الفريق الذي يعني كان ينافس المريخ على المركز الثاني، هو كان دخلوا الفريقان هذه المباراة، الحي العرب في المركز الثاني، المريخ في المركز الثالث. يعني المباراة كانت مهمة جدا بالنسبة للمريخ على أساس أنه يواصل في مسلسل الانتصارات ومسلسل حصد النقاط للترقي في سلم الترتيب للدوري الممتاز. حقق المريخ نتيجة أنا بعتبرها هي مميزة جدا، عطفا على الغيارات أو التبديلات الكثيرة اللي دخلت على توليفة المريخ. يمكن خمسة لعيبة من الأساسيين الآن مع المنتخب الوطني، بالإضافة للموقوفين، بالإضافة للإصابات. مباراة الأمس مباراة قدم فيها المريخ أداء متوازن، أداء كان جاد جدا، كانت النتيجة 3-1، يحقق نتيجة طيبة جدا هي 3-1. جميل. أيضا كمان كان صراع قمة وصراع ما بين الهلال والزومة، وتأهل الهلال بهدفين والزومة دون هدف. الهلال يمكن الثلاث مباريات الأخيرة فقد فيها نقاط، يمكن فقد 7 نقاط، آخرها كان مباراة القمة اللي انتهت بالتعادل في استاد الهلال. بالأمس يمكن استعاد نغمة الانتصارات بفوز بثنائية على فريق الزومة، تحقق الفوز في الشوط الثاني وحافظ به هذا الفوز يعني على صدارة ترتيب الدوري الممتاز. بنقول احنا كمرخاب لحين إشعار آخر إن شاء الله. إن شاء الله. خلونا ننتقل مباشرة أستاذ محمد طيب للجمعية العمومية وجمعية مجلس منتخب جديد للمريخ وبقيادة أيمن أبو جيبين. بدأ نبارك للمريخ الاستقرار الإداري بانتخاب مجلس جديد لنادي المريخ. يمكن عملية في الجمعية العمومية كانت هي ممارسة نتوق إليها من زمن بعيد لعودة الاستقرار لنادي المريخ بعد فترة عانى فيها المريخ ما عانى من إشكالات وأزمات عاقت مشوار المريخ. ورغم ذلك يعني بقرب أهل المريخ وبالتفاف أهل المريخ في الفترة الماضية قدر المريخ أنه يعبر كثير من المطبات للوصول حتى هذه الجمعية الانتخابية اللي احنا سميناها سباق محبة. نعم. يعني لا خاسر فيها. يمكن معظم الإخوة الذين لم يحالفهم الحظ في الظفر بمقاعد إدارة نادي المريخ خرجوا عبر صفحاتهم الشخصية، عبر تصريحات في كل وسائل الميديا، مهنيين ومباركين، لأنه الهدف الأسمى والهدف الأعلى هو استقرار نادي المريخ. واللي أنا يعني شخصياً قاعد أقول دائماً إنه العمل في الرياضة عموماً كان في الاتحادات أو في الأندية هو عمل بيعود للانتماء وللمحبة الخالصة، هو عمل يعني يخصم من رصيدك الجهد البدني والأسري والمالي والفكري، يعني أنت بتبذل في مجهود مضاعف. صحيح. فلا بد من إنه تكون في أجواء مهيئة، ودي اللي إحنا للأسف حالياً يعني بنطلع عليها في نادي المريخ، إنه الكل يدعم المجلس الحالي اللي بتواجهه كمان كثير من الإشكالات، وهو اتولد يعني أمامه ملفات
ساخنة جدا من ملعب نادي المريخ اللي يعني لسنين سنتين أو ثلاث سنين المريخ يعاني اختراب بيلعب خارج ملعبه لعدم جاهزية الملعب بعد الدمار الكبير الذي أصابه. كثير من الإشكالات أيضا منها الاستحقاقات المالية لبعض المحترفين، يمكن بالأمس كمان ظهرت استحقاق لغارزيتو مهددة لنادي المريخ يمكن قرابة $1 مليون لابد من أنها تدفع في الأيام أمامنا لأنه التسجيلات على الأبواب. نحن من خلال الصور اللي استعرضت لنا الآن وإنت كنت أحد المرشحين لإحدى المناصب طلعت وإنت راضي كل الرضا في إنه غيرك ممكن يكون هو كان له النصيب الأكبر؟ أول شيء عبر هذا الصباح عبر الشروق أقول يعني بالمحبة نرتقي وفي المريخ نلتقي بقلب النغي. يا سلام. أنا أهني أخوي وصديق بالنسبة لي هيثم كابو اللي يعني قالت لي الأمور في المقعد المناسب الثقافية والاجتماعية في نادي المريخ. الصورة تجمع ما بين محبة ما بينك وبين الأستاذ هيثم أكيد كابو. البيناتنا أكثر من يعني ونحن في الرياضة بالذات يعني بنقول لا من خاصم لا من عادي ومش في يعني مش ما في عداوة أصلا ما في غير المحبة والمريخ بالذات يعني إرثه وعاداته وتقاليده وأواصلنا الاجتماعية داخل المريخ ممتدة من غير يعني الهدف واحد. الهدف واحد همنا كلنا إنه المريخ يمشي قدام كابو يعني حيلقانا بين قريبين منه ومجلس الإدارة كله حيلقانا قريب منه. الفكرة اللي كنا جايين طارحينه يعني ما حنبخل بيه لأنه هدفنا الأعلى والأسمى هو المريخ. يبقى نحن كمان عبرك وعبر الصباح نهني الأستاذ هيثم كابو لهذا المنصب وهو أكيد جدير بأنه يكون قدر التحدي وقدر المسؤولية. لكن خليني أستاذ محمد طيب ننتقل بك لأنه هل في فرق ما بين أيمن مبارك رئيس لجنة تسيير المريخ وأيمن مبارك نفسه رئيسا منتخبا للمريخ؟ والله هو ما في فريق لكن طبعا لما انت تجي كتعيين بيكون في مهام محدده بالنسبه لك لكن لما تجي عبر مجلس منتخب بتكون في رؤيه فيها استدامه لانه هي فتره الانتخاب 4 سنين تقدر تطرح فيها برامج تقدر تنفذ فيها بعد ذلك بتنتقل من مربع الدعايه لمربع الفعل من مربع الغول لمربع الفعل. ما داري اقول لك احنا يعني دورنا كنقاط او كمراقبين للعمل يعني ما بتكون قاصر بس عشان ننتقدك لو انت قصرت لا حتى لو انت اجدت تلقى مننا الاشاده لانه الاشاده هي تحفيز زي ما بديت قلت العميد بيل بانه العمل ده عمل مبني على الانتماء وعلى المحبه ليس اكثر وليس اقل وانت بتبذل في مجهود كبير تجاه هذا النادي وتجاه جماهيره فبالتالي طالما انت قدرت انك تحقق يعني الإجادة لابد من إنك تلقى الإشادة. جميل أستاذ محمد بنلقى مجلس المريخ كثير من الصعاب اللي بتواجهه تحديدا المجلس المنتخب الآن شنو أكبر التحديات الممكن تواجهه؟ يمكن مرينا عليها عرضا لكن تاني نستعيدها اللي هي الملعب ملعب المريخ والآن العمل فيه متواصل ومحتاج يعني الكثير جدا تهيئة أو تجليس ومحتاج منصات وتنجيل ومرجعات إضاءة وكل غرف الحكام الملاعبين المراقبين يعني في كثير من العمل داخل نادي المريخ والعمل يمضي على قدم وساق وعبرت برضه يعني حي أخوي الأستاذ محمد سيد أحمد الجكومي البذل يعني مجهود كبير جدا في الفترة الماضية في ملعب نادي المريخ وقال له القدح المعلى في انه يصل للمرحله الحاليه ويتواصل العمل لانه زي ما قلت لك العمل ده كله قائم على المحبه وقائم بانتماء خالص لنادي المريخ محتاج تضافر جهود نادي المريخ عشان ما يصل لمرحله والالتفاف الجميع حول نادي المريخ حقيقي دي. ايضا من التحديات اللي بتواجه المجلس المنتخب الحالي ودي كلها ملفات يعني هم لقوها قدامهم حيتعاملوا معاه من المستحقات اللي حدثنا عنها قبل شويه اللي تقارب $1 مليون اساس انه يفتح السيستم لنادي المريخ تنتهي العقوبات بعد ذاك في اضافات للمريخ يمكن التقرير الفني للمستر ريكاردو المدير الفني لنادي المريخ بيطالب باضافه عدد من اللاعبين لانه دوري المجموعات كمان بيحتاج لانه يكون عندك نوعيه معينه من اللاعبين انك تقدم المستويات اللي بتقودك لقدام. ايضا من التحديات الكبيره اللي هي اين سيلعب المريخ؟ مباريات الأفريقية تساؤل كبير. السؤال كنا أيضا حنتطرق له وحاجي له بعد موافقة ورفض مجلس إدارة الهلال لعب المريخ إفريقيا في الجوهرة الزرقاء وده كان عطفا على أحداث القمة وخيارات المجلس للعب إفريقيا حتكون وين؟ طيب قبل ما نقول حيكون وين أنا شخصيا كان عندي رأي يمكن جهرت به كثير وكتبته نحن بنأسس لأنه العلاقة بين الناديين لابد من أنها يشوب نوع من الاحترام والتبادل يعني للخبرات وللمنافع لانه الاثنين هم يعني عينان في جسد واحد
عافية المريخ في عافية الهلال وعافية الهلال في عافية المريخ، لكن هذه الدعوة بتتطلب يكون في ندية، الندية في الجاهزية في كل شيء عشان يكون في تبادل، يعني الأوريق بين الفريقين عشان يصل لمرحلة بتاعت انه يرجعوا تاني علاقة طيبة. انا كنت بتكلم عن انه ده ما وقتها، لانه الان المريخ بدون ملعب، الهلال بملعب، حتحصل نوع من الاستزازات، حتحصل نوع من السخرية، حتحصل نوع من حتباعد الشقة بين الناديين اكثر من انها تقرب. كنت بتمنى انه العلاقه دي تعود بعد عوده ملعب نادي المريخ، بعد انه المريخ يكون هو جاهز في جاهزيه تامه بانه يكون تفعيل لبروتوكول بتاع، يعني هي مش شراكه، هي اخاء، يعني ما في عداوه في الرياضه اصلا. صحيح. الحاجه دي كنت اتمنى تكون بعد جاهزيه ملعب نادي المريخ. اما باين يلعب نادي المريخ مبارياته الافريقيه فالامر طبعا متروك للمجلس المنتخب. الاقتراحات الممكن تكون في مقترح كان ملعب جوبا اذا كمل جاهزيته، في يعني تابعت برضو ترحيب من الأستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، يمكن هي تكون بعد ذاك تقديرات مع شكل المجموعة، المريخ واقف في مجموعة فيها الزمالك والترجي التونسي وبلوزداد الجزائري. ذكرت الزمالك والمريخ كان لعب في الموسم الماضي في في في, في الزمالك المصري، هل ممكن؟ لا، الموسم الماضي كان في الأهلي، كان في ملعب السلام في القاهرة. اها ايوه كان ليه في، لكن تفتكر هل يقبل انه يرجع بالمريخ مجددا في نادي الزمالك؟ هو الدعوه حاليا طلعت من نادي الزمالك، وفي توأمه قديمه بين المريخ ونادي الزمالك. ما في اشكاليه في انه المريخ يلعب في مصر، لكن لانه المريخ اصلا عنده مباراه حتكون مع الزمالك نفسه، يعني زي ما قلت لك قبل شوي الخيارات حتكون متروكه لاداره نادي المريخ. يعني يمكن تتلعب مباراتي الترجي وشباب بلوزداد في مصر، بتتلعب مباراة الزمالك في دولة أخرى إن كان في تونس أو في الجزائر أو في جوبا إذا ملعب جوبا كان جاهز. فالخيارات كلها متروكة طبعا للمجلس المنتخب، يعني أنا شخصيا أرى أنه حيتخذوا فيها قرار مناسب وقرار يحفظ للمريخ مكانته وهيبته، وإن شاء الله المريخ يستغل فيها بنفس القدر. المريخ العام الماضي كان لاعب مع الأهلي، وأيضا كمان استضافوا النادي الأهلي. يعني القرار في العام الماضي كان قرار منطقي جدا وقرار عقلاني، لأنه بنفس الظروف اللي بمرها المريخ الآن هي كانت موجودة في العام الماضي، هي ما انتهت الظروف. المريخ أجبر على أنه يلعب خارج السودان، حتى بداية الموسم الحالي المريخ لعب في بحر دار في أثيوبيا، لعب يعني بعد كان في جاهزيه معينه لنادي لملعب شيكان في الأبيض، المريخ برضه خاض فيه مواجهه الاهلي الليبي، والان طبعا غير مجاز ملعب الأبيض في دوري المجموعات. فبالتالي بتكون الاشكاليه اللي كانت في العام الماضي مرحله لهذا العام لحين اكتمال ملعب نادي المريخ. نتمنى انه نشوفه في الوقت القريب باذن الله تعالى مكتمل كما كان في عهد السادة. دي اشواق جماهير المريخ عموما. ان شاء الله يا رب. استاذ محمد طيب، خلينا نشوف كثير من الحديث حول بانتخابات ابو جيبين، هل انتهى عد سودكال اللي ما زال يمارس حرب البيانات في المريخ؟ والله شوفي، الدعوة دي ما كانت مفتوحة، ودعوة كانت واضحة لإقامة انتخابات لنادي المريخ لإنهاء حالة يعني التبعثر والتشاكس اللي كان عايشه المريخ في الفترة الماضية. الأجواء كانت مشحونة بكثير. أيوة. من سوداكال لو كان حريص على أنه يمارس هذا الحق كان يمكن نزل كمرشح في الانتخابات السابقة المنتهية حديثا، لكن هو طبعا عنده مفهوم بانه ما زال رئيس شرعي وما زال رئيس منتخب، والكلام ده بكرر فوقه له سنتين، ورغم يعني كثير من الخطابات وتبادل من الفيفا والكاس يعني انا قاعد اسميه مجلس بيانات، يعني ما في شيء على ارض الواقع. لو بتم مصلحه المريخ زي ما هسه احنا ما نزلنا مرشحين، وال يعني هنينا المجلس الفايز حاسس انه كلنا همنا المريخ، لو هو بهمه امر المريخ المفروض كان يعني يا دخل مع الناس في العملية الانتخابية الأخيرة، يا كمان لو الحق اللي هو بيتكلم عنه ده أكثر من 3 سنين هو بيتكلم عنه، ولحد الآن يعني كل الخطابات بتستضيف في حتة معينة ولا جديد يذكر. أنا بالنسبة لي بعيد من التعقيدات القانونية أرى أنه سوداكال بأمر جماهير المريخ بأمر كل أهل المريخ يعني فقد التعاطف، فقد حتى يعني انه لو جاء بعد نزل في انتخابات اخرى ما اظن يلقى اجماع، لو رشح نفسه ما اظن يلقى ثاني اجماع بنفس القدر. كيف ممكن خروج القنصل حازم من المشهد
المريخ الآن؟ القنصل حازم ما خرج من المشهد المريخي، هنأ المجلس المنتخب وأعلن عن يعني مواصلة دعمه. نعم. لأنه برضو زي ما قلت لك الكل يبحث عن استقرار المريخ وعن تقدم المريخ وعن إنهاء حالة التشاكس اللي كانت سائدة في المريخ وعن الأزمة المريخية اللي أقعدت المريخ وأخرته كثير جدا من تحقيق يعني كثير من الملفات. نعم. في واحدة من المشاكل اللي عملت ضجر في الساحة الرياضية العديد من المشاكل حولنا قبل الانتخابات، كيف إنه مقادرة الجاكومي وأثار العديد من السقط حول الناس وكثير من الكلام في إنه هل الجاكومي حيرجع، هل المشاكل حصلت، هل الانتخابات اللي حاصلة الآن هي في ممكن تصف في صالح المريخ؟ والله شوفي الجاكومي برضو زي الأخ حازم مصطفى طلع ارتضى نتيجة الانتخابات، لأنه يعني بغض النظر عن أنه إذا كان فيها ممارسات تمت الناس غير قبلانة بيها أو في أي حاجة، في النهاية زي ما قلت كان الهدف الأسمى والهدف الأول هو استقرار المريخ. خروج الجاكومي من جروب المغادرة أو مقادرته لجروب المنشآت؟ والله هو ما بعد ده بقى ذول يعني الشغل قال لمجلس آخر. ده يعني أنا بشوف إنه تصرف منطقي جدا، أنا لازم أغادر المكان اللي أنا أصلا ممكن يكون قاعد يدعم مثلا؟ يدعم، لكن يعني هو يغادر بعد ده كم اللي يغرره، ودعمه حيكون دعم شخصي ما دعم من داخل، ده مكان جروب بتاع إدارة للمنشآت. مغادرته مغادرة منطقية جدا ما فيها أي غضاضة، وأعلن إنه حيكون قريب من نادي المريخ، ما حيكون بعيد، كل ما يطلب منه حينفذه. لو طلبوا منه الآن يعود يعني التوليفة بتاعت إدارة المنشآت ما يعني ما أظن يتأخر نهائيا، لأنه الجاكومي مريخي ذول يعني يعمل بكل قوة ويعمل بإرادة يعني كان ليها القدح المعلى زي ما قلت لك في وصول ملعب المريخ للمرحلة الجاهزية الحالية. نعم. الآن يعني يمكن تكون قطعت غرابة 70%، لأنه شهر 4 يمكن المجلس الحالي أعلن عن أنه قد الملعب يكون جاهز في شهر 4. نعم. أستاذ محمد طيب، واحدة من الحاجات الجميلة في 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 نادي المريخ الآن هو التفاف الشباب حوله، كل المرشحين زي ما شفنا هم من الفئة الشبابية، وده بدي الشباب لأنهم يدعموا ويكون النادي نادي شبابي. أكيد طبعاً العملية أصلاً الرياضية هي تبادل الأدوار، لا ديمومة لأحد، ده يعني شيء اللي احنا نثمنه من خلال فعلاً ممكن معظم الإخوة المرشحين كانوا من عناصر الشباب، وده بيأكد إنه المريخ مقبل على مستقبل زاخر، مستقبل يعني منفتح تماماً، الشباب هم عماد المستقبل والمريخ بأبنائه غني جداً إن شاء الله. نعم. نائب الرئيس السابق عثمان مصطفى هو أيضا كان شاب اللي دعا الشباب في أنهم يواصلوا في مسيرة هو الرئيس الحالي، نائب الرئيس الحالي. مظبوط. حتى المجلس المنتخب متوسط الأعمار فيه ممتاز جدا يعني. نعم. برضو كلهم غالبيتهم شباب إن شاء الله. إذا افترضنا أنه إن شاء الله حيكون للمريخ أكيد انتخابات قادمة بإذن الله تعالى، حتكون حضور ومشارك أيضا في أنك تدعم المريخ؟ أنا بالنسبة لي المريخ بيت وطن، ما بنبعد منه، قريبين، يعني نفديه بالمغل بالأرواح، بنقدر يعني كل شيء نقدمه لمجتمع المريخ لأهل المريخ اللي احنا حاضرين انتخابات قادمة نشارك فيها وبأمر جماهير المريخ ونرتضي نتيجتها، وإن لم نقبل ببعض الممارسات التمت، لكن في النهاية بهمنا الأول والأخير والمريخ. يا سلام. يظل المريخ هو عشقا وحبا لكل محبي نادي المريخ ولكل متابعي الأصفر والأحمر. الأحمر الباهي والأصفر الزاهي. شكرا لوجودك معنا اليوم واطلالتك معنا أستاذ محمد طيب، صحفي ومحلل رياضي. شكرا لك. شاكر لك وشاكر لقناة الشروق، ومرة تانية كل عام ونحن بخير وسوداننا في اللي قدام إن شاء الله. شكرا لك. إذن تكاملت بالرياضة هذا الصباح، وتكاملت فقرات الصباح اللي ابتديناها من المخ والأعصاب والأطفال اللي هم فلذات أكبادنا، ومرورا بالشعر والفن والجمال أيضا، كمان الموجز الإخباري هو كان حاضر في هذا الصباح، والرياضة هي أساس الحياة فكانت حاضرة معنا. شكرا جميلا، شكرا كثيرا لرفقتكم الطيبة، نلتقيكم إن شاء الله من خلال برمجة مختلفة عبر الشروق الفضائية. دمتم في أمان الله.